فنانون من أجل الحرية أطلقت معرضاً يعرض أعمال نحاتين وفنانين انطلاقاً من أجزاء من جدار برلين. أعمال المجموعة عرضت في مزاد من طرف مؤسسة بيير بيرجي الفرنسية وشركائها. المجموعة تأسست في 1990 وتضم الآن 48 قطعة، وهي الآن تحت إشراف منظم المعارض سيلفستر فيرجي الذي ساهم في تدويلها وإطرائها على مر السنين. أنا في الواقع أنقذت هذه المجموعة، ومع الأصدقاء قمت بشراء القطع الأولى للمجموعة من لندن في أوج الأزمة الاقتصادية. هذه المجموعة عرضت في عدة مدن حول العالم. المعرض الأول الذي نظمناه كان بالتنسيق مع ريمون بار في مدينة ليون في إطار مجموعة السبع الكبار أنذاك، وحظينا بزيارة السيد غورباتشوف وزوجته رايسا. قيمة الأعمال تتراوح بين 3,000 و 300,000 يورو. القيمة الإجمالية للمجموعة تتجاوز 800,000 يورو. من بين الفنانين المفضلين لسيلفستر فيرجي نجد الفنانين الروس. لديكم كل ما هو رقابة على المعلومات. هذه شهادة غريشا بروشكين. أنا أحب كثيرا هذا العمل، وهنا لديكم، وهذا واضح، فنان روسي عظيم مرة أخرى، إيريك بولاتوف، الذي قال في العام 90 قف. بالنسبة إليه سقوط الجدار كان من منظور قف، من دون التوقف. صندوق باندورا للفنان نيويوركي آدم شتاينر أحد الأعمال المعروضة للبيع، وقد قام الفنان برش جزء من جدار برلين ووضعه في صندوق معدني مختوم، وقد تم ضم عمل صندوق باندورا إلى المجموعة في العام 2005. بالنسبة لي الجدار يمثل شيئا سيئا جدا، شعرت أن الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به حقا هو إخفاؤه. سيتم عقد مزاد لأعمال مجموعة الفنانين من أجل الحرية في السادس من هذا الشهر في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قصر يينا في باريس. سيتم بيع 48 عملا بطريقة فردية، وينبغي للمشرفين على المزاد تشجيع اقتناء شراء يشمل كامل المجموعة، وهناك أمل بأن لا تفقد المجموعة هذا التراث الفريد.